غادر مئات الحجاج القطريين مطار الاحساء الدولي متجهين الى جده تنفيذا لاوامر خادم الحرمين الشريفين باستضافه كل القطريين الراغبين بالحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. واكد مدير مطار الاحساء الدولي خالد اسيف ان المطار استقبل اعدادا كبيره من العائلات القطريه الراغبه في الحج بالتنسيق مع المحافظه. وتم تخصيص نافذه خاصه بهم لانهاء اجراءاتهم وتهيئه المقاعد لهم في الرحلات المتوجهه الى جده، واشار الى ان الرحلات مستمره حتى يوم الاربعاء. من جهته اكد وكيل محافظه الاحساء معاذ بن ابراهيم الجعفري انه تم تكوين لجان لاستقبال وانهاء اجراءات الحجاج القطريين من منفذ سلوى وتهيئه السكن لهم في احد الفنادق في الاحساء بالاضافه الى تنسيق سفرهم الى جده.